المرافعه اللي اتقالت ضدنا من هون، وذكرت انه الاعلام دمر العراق وانه قناه الجزيره روسيا من ان دمرت العراق. من دمر العراق هو جورج بوش، وهذا كتاب هو اللي كتبه بنفسه يذكر فيه انه انا دخلت العراق على معلومات خاطئه ان فيها اسلحه دمار شامل، وانه هو اللي دمر العراق. لا تستطيع قناه ان تدمر بلد. شهداء الاعلام اللي ماتوا عشان يغطوا صورات وحروب دي تبقى اهانه ليهم. انا اللي اتقال علينا انه الاعلام الحر ما يعني الكذب، انا صحيح. فانا كان نفسي ان يبقى في دليل واحد اقدر ادافع عن نفسي بيه. انا يعني ولو كان في دليل يجب، واكيد حضرتك يعني اداره القانون انا يعني تفهموا ان المفروض في سرق وترصد. حضراتكم معاكم ايميلاتنا ومعاكم تليفوناتنا، المفروض سرق وترصد. سرق اسرار وترصد. سرق اسرار وترصد. فانا بقول لحضرتك حضراتكم معاكم كمبيوتراتنا وموبايلاتنا وست اشهر ما فيش فيها ولا مسج ولا رقم تليفون في اي حاجه تربطنا بين الطلاب المحترمين اللي في القفص، ولا اي حاجه تربطنا بيهم خالص. يعني انا كان نفسي ادافع عن نفسي، مش عارف ادافع عن نفسي ازاي. وعليك حضرتك يعني اللي حصل في فندق المريم، حضرتك على الحالة، في اسماء على الحالة، انا عندي امانه، هتحكم عليا هتعوقني بيه، انا عندي امانه ولا مش عايز اسيب حد معايا. دلوقتي سالوني عن واحده هولندية، قال لك تعرف الست دي؟ هقول على رقم الحالة. انا اعرف اسمها الست دي، قلت في النيابه ما اعرفهاش. لكن انا لما عرفت ان الست دي هي باسم تاني زي محمد ميدو، انا كنت اعرفها باسم تاني. فعرفت اه دي فعلا بتفتح وشربت معايا شاي نص ساعة. دي مش معطية أصلا في الجزيرة ولا دي واحدة. لقيتها على الحال. لا قالت لي أنا جاية عايز أتكلم معاك عن على الإنترنت، عايز أعرف عن سينا بما إنك خبير في سينا. قلت لها تعالي اشرب شاي معايا. لقيتها منتهى. ولا حياتها اتدمرت ولا ست أشهر بره وعايشة بره. طيب جيت لقيت الغرفة باسم مكتوب على عند حضرتك سو تيرتل سو ميلان. يا جماعة مين دي؟ دي صحفية في الجزيرة. الغرفة كانت في ماري ب 500 دولار. قال لك أنت مصري ممكن تاخد الغرفة باسمك هتبقى 150 دولار. قلت ماشي تمام. يعني عارف أوكي. يعني بحسن نية ولا أي حاجة. غير كده موضوع برضه باهر بيتر راجل بيتر محترم أخد جوايز دي هنا ديسمبر قعد اسبوعين ما يعرفش ميدان التحرير فين. وباهر انا قابلته اول مره اقابله يوم ما جيت استلمت الشغل يوم سبتمبر 10. حضرتك سبتمبر 10 يعني بعد موضوع الثوره والانقلاب والرابعه العدويه. انا حضرتك ايام الرابعه العدويه وايام اللي هو في انقلاب او بين انقلاب انا ما كنتش بشتغل ولا مع السي ان ان ولا مع السي ان. وبعدين الكلام ده انا قلته في النيابه، ما قلتوش عشان اروح البيت. انا قلت ان انا فعلا مقتنع ان دي صور وبقولها هو في الاعلام. الموضوع بقى الكلام مش الكلام ده مش اساسا مش كلامنا في الكلام اللي في المحكمه. ده كلام يتقال في الادوات في مناظرات عالميه بين الحكومات. لكن انا يتقال انا محطوط في قفص عشان انقلاب او صوره ولا عشان الجزيره اللي دمرت العراق؟ زي ما دمرتش العراق اهو ده دمر ده. وهي الاعلام اللي فكيتها اهي. اهو جورج بوش دمر العراق. عايز اقول لحضرتك ان الصحافه القضيه اللي احنا فيها دي قضيه سياسيه. انا ما صدقتش يعني مستني بقى يوم الوفاه قلت لها قلت بقى يعني انتهت بقى يعني هو دي بقى ليها حاجات بقى. تبدا تقول لك دمرت العراق وانتوا قلتوا كلام مش ثوره. انا ولا ماليش دعوه بالكلام ده زي ما قال صاحبي باني كيل. ماليش دعوه بقى الحقيقه ده قال ان هي كلام مش ثوره. بس انا برضه دمرت ثوره. عامة يعني بقول الناس اللي وقفت معايا زي عمرو موسى دول استاذ عمرو موسى واستاذ هارون الغازي وجيه شاويري دول مش واقفين معايا بجنب. دول ناس اعرفهم معرفه قديمه وناس محترمه جدا اعرفهم معرفه جيده جدا. انا ماليش دعوه عمرو موسى. انا بقول لحضرتك دول شهود نفي. دول شهود نفي حضرتك. واحد دي ناس انا اشتغلت معاها. انا كنت بعمل فيلم فاضي مع استاذ جيه شاويري. هذا هو هيحط ايه؟
في اخواني او واحد يحط فلوسه مثلا مع واحد ما غير امين او كساب مستحيل. لا رئيس الهيئه الوطنيه، رئيس الهيئه الوطنيه هيبقى شاهد نفسه مع واحد اخواني. بقول لحضرتك انا تعلمت من المحكمه دي انه ازاي قناعة حضرتك اهم حاجه في المحكمه دي وقرارات المستشارين. انا بقول لحضرتك اخيرا قبل ما تحكم عليا، انا حكم عليا بمدى الحياه. ايه بقى؟ انا هوري حكم عليا بمدى الحياه، هوري حضرتك ايه؟ انا هوريك نفسي. انا عندي في داعي مصر، يقول لك صاحبي انت عايز تعرف ايه؟ صاحب فكر انا داعي مصر ليه؟ لان انا طلبت ان انا اجيب السجن انام على سرير شهر ونص نايم على النار في البلد وعليك تقديرات مرفوض اتربى فيهم يا جماعه. قال لك تنزل مستشفى من 25 يناير. طيب 25 يناير قال لك في مظاهرات. طيب دي باظت ان انا ما فيش دكتور لحق. ما كانوا بيقولوا لي ما في اشعه في الرومان. في اشعه هناك. قال لك لا مش هتنزل. لحد ما باظت يقول لك لا مش عارف يا صاحبي. عايز تلعب في ايه؟ ماشي. فارجوك حضرتك ارجوك تحكم علينا النهارده. حضرتك عندك انا متابع حضرتك وتاريخ حضرتك وكل القضايا اللي هيك مسكتها. وعارف ان هيك مشغول شغل يعني مع القضايا كلها. خلاص احكم علينا النهارده. ارجوك تحكم علينا النهارده. حضرتك احنا دفعنا ست اشهر المتهم بريء حتى اذا يتم ادانته. احنا اتعاملنا معامله كاننا يعني ارهابيين فعلا، كاننا معانا الاسلحه. حضرتك المختصر والقاتل عنده تلفزيون وبيطلع اربع ساعات راجل، احنا محبوسين جوه حادثه يعني مش ممكن. ارجوك تحكم عليا النهارده. انا اتحكم عليا وتراعي بطل، تحكم عليا النهارده. ارجوك. شكرا.